قام متطوعو الهلال الأحمر في تجمع الطيحة للنازحين بريف دمشق بالتعاون مع بصمة شباب سوريا بحملة تعقيم للمرافق العامة وجميع المدارس والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا. ضمن الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها الحكومة السورية، قامت شعبة الهلال الأحمر في البطيحة بالتعاون مع بصمة شباب سوريا بإجراء حملة تعقيم للمرافق العامة في بلدة البطيحة ومدارس البلدة والمستوصفات الصحية، وقمنا أيضا من خلال هذه الحملة بتعقيم بمادة الكلور شوارع البلدة ومداخل المدارس ومدخل طوارئ الكهرباء والفرق الحزبية ومجلس البلدة ومقر بلدية البطيحة للنازحين، وقمنا أيضا بنشر حملات توعية للتعريف بخطورة هذا الفيروس. قمنا اليوم بتعقيم المراكز الصحية والمدارس ومحطة ووحدة المياه ومكتب الطوارئ في بلدة البطيحة، وطبعا بالتعاون مع المجتمع المحلي قمنا في هذا اليوم بتعقيم كل هذه الإجراءات، وهي إجراءات احترازية ضد هذا المرض. وستستمر حملات التعقيم والوقاية ضمن التجمع حتى انتهاء الفترة المحددة من الحكومة لتجنب وباء كورونا الذي يهدد العالم. وسيبقى الرهان على وعي المواطنين والتزامهم بالبقاء في منازلهم حتى اجتياز هذه المحنة.